الآن أنا أتواجد بالقرب من جامع المصفي اللي يقع في منطقة الميدان اللي مطلة على ضفة نهر دجلة، لكن هذا الجامع للأسف تعرض لأضرار كبيرة أدت إلى دمار وصل إلى نسبة 90%. اليوم بعد 6 سنوات منظمات دولية بالتعاون مع الحكومة العراقية ومفتشة آثار نينوى بالتحديد لإعادة إعمار هذا الجامع الأثري، خلينا نسميه، لأن هو انبنى سنة 16 هجرية بزمن الخليفة عمر بن الخطاب. هو أول جامع وضع في مدينة الموصل ك يعني بيت عبادة للمسلمين في هذه المدينة المطلة على ضفة نهر دجلة. هذا الجامع الآن مثل ما تشوفوه له زميل المصور حتى نشرح عن الصورة الموجودة بهذا الجامع، مثل ما تلاحظون أنه الجامع شبه مدمر. الآن القبة أنجزتها الفرق الدولية العاملة على إعادة إعمار هذا الجامع. إعادة إعمار هذا الجامع يعني تتم وفق الطراز القديم الذي شيد به أول مرة، يعني ما تقدر المنظمة تضيف أي إضافة جديدة للجامع إلا عن طريق الصور أو أرشيف الجامع هو اللي يحدد مسار العمل والبناء وإعادة التأهيل بهذا الجامع. الجامع يضم أقواس نادرة جدا تعود إلى العصر الأموي وما قبلها. هذه الأقواس يعني من الصعوبة أي يعني مهندس يقدر يعيدها، لازم مهندس مختص بالتراث. مفتيشية الآثار تعاقدت مع منظمات دولية مختصة بإعادة مثل هذه الصروح العمرانية التراثية لحتى تعيد إعمار هذا الجامع وتعيد هذه الأقواس الأثرية الموجودة بداخل الجامع وحتى على حوالين القبة والمنارة. المنارة هي سقطت خلال الأعمال العسكرية لكن سيتم إعادة إعمارها. بلال، أنه ما يميز هذا الجامع هو عدا أنه جامع تاريخي، هذا الجامع يعني كان هناك تكاتف قديما من أهالي الموصل تعرض خلالها من خلال يعني العوامل الطبيعية المناخ والأمطار والحرارة إلى أضرار كبيرة جدا، لكن أهالي الموصل وتحديدا بيت المصفي أعادوا إعمار هذا الجامع حوالي يعني في وقت العهد العثماني يعني كما يقول المؤرخون، وسمي الجامع فيما لا يعني بعد إعماره بجامع المصفي بعد أنه أعادوا إعماره بيت المصفي بالتعاون مع أهالي الموصل وأسطوات الموصل، يعني بدون تدخل مهندسين أو كذا أعادوا إعماره مثل ما كان وأفضل. هذا الجامع يحيط الآن منازل تراثية أيضا. قبل ما اتصل هذه المنازل هذا الجامع كان مساحته أكبر مما شاهدوه بالصورة الآن، لكن الزحف السكاني وعوامل الطبيعة والمناخ أكلت من مساحة الجامع. تقريبا الآن الجامع هو في 25% من مساحته الأصلية فقط، كان مطل على الضفة يعني يصل للضفة النهرية، الآن الضفة النهرية اختفت بسبب يعني وجود المساكن والمنازل الموجودة على ضفة نهر دجلة. المنظمات الدولية تقول أنه نحن ردنا ناخذ تعليق من عندهم لكن للأسف ما متواجدين اليوم، تقول أنه خلال يعني سنتين أو 3 القادمة سيتم افتتاح هذا الجامع مجددا. يا بلال.